عليك ويرحب بيك الاول على شاشه الاهلي، قول له الو. الو يا سيكو. خلاص كده. هو دخل في كلمه السر. خلاص كده. عامل ايه يا درش؟ عامل ايه يا سيكو يا شياكه؟ حبيبي يا درش، ربنا يخليك. والله العظيم ابو وانت سعيد كمان. ابو سعيد يا عالمي، عامل ايه؟ حبيبي يا مصطفى، يمكن معانا مصطفى عفروتو، يمكن وحشناك شويه ولا ايه؟ والله العظيم انا نفسي كل يوم اطلع معاك، والله العظيم يا سعيد. الله يخليك يا عفروتو. فاكر الايام الجميله، وجود شكري وشهاب وسعد والمواقف اللي كانت موجوده ساعتها وانتم متصاعدين من القطاع، ولعبتوا مع سكوب والكابتن هاني في 2009، وتصعدتوا وقتها فريق اول، كابتن حسام البدري، كابتن علامه ايوب. يعني كانت فتره سنوات مهمه جدا يا عفروتو. والله العظيم يا سعيد، يعني من اجمل ايام حياتنا. يعني انت معاك شكري طبعا متالق ونجم كبير وراجل، يعني مش عايز اقول لك الطيابه والجدعنه والاصول كلها في شكري والله. فدي كانت اجمل ذكريات حياتنا اللي احنا مع بعض. ويا شكري بعد اذنك ما تقولش البلاوي اللي انت عارفها. مش هينفع، مش هينفع على الهوا. يعني مش هينفع، احنا على الهوا. ايوه انا بقول له مش هينفع على الهوا. والله العظيم يا سعيد، يعني دايما احنا لما بنتجمع بنقول الحمد لله. يعني احنا محظوظين ان احنا اتربينا في نادي اسمه النادي الاهلي، كيان كبير. فدي نعمه من ربنا طبعا، الحمد لله انا معلينا بيها، لان الناس لسه فاكرانا. مش فاكرانا عشان احنا ناس جامده ولا حاجه، لا، فاكريننا اللي احنا اسمنا مرتبط باسم النادي الاهلي. بالظبط. فدي حاجه احنا دايما بنقعد نتكلم فيها، فدي نعمه كبيره قوي علينا بصراحه. ولاد النادي اتربوا في النادي وعاشوا في النادي. طبعا. دايما لما بتيجي سيرتكم حتى مع جمهور الاهلي لغايه النهارده حتى على السوشيال ميديا، الناس بتتكلم عنكم كل خير. لا، لان ده بيتنا. والناس يعني احنا من واحنا عيال صغيره، من 9 سنين واحنا متواجدين في النادي الاهلي. فجميل جدا ان انت بتقعد تكبر وتشوف الانجازات اللي النادي الاهلي بيحققها وانت بتتربى في نادي كله قيم ومبادئ. فالنجاحات ديت وانت كبير بتعيشها برضه، فدي نعمه كبيره قوي علينا. تمام، مش عايز اقول حاجه؟ عايزينك بقى تطلع لنا كده نجوم كبيره دارش. ها البراعم بقى. ازاي يا شكري؟ مش هتلاقي واحد زي عفروتو خالص. مش هتلاقي والله يا ابني. ما هتلاقي. لسه ما لقيتش حد كده في مواصفات عفروتو شويه. ولا لاقي شكري ولا شاب ولا هشام ولا عفروتو، مش لاقي خالص. وهشام محمد كمان. صح، كان الكابتن. وقتها طبعا. وهشام محمد. بس يلا شكري. ايه يا دارش؟ في من سعد كتير. الايه؟ في من سعد كتير. اللي بيضربوا يعني ولا ايه؟ سعد كمان بيقطع في سعد. بيقطع في سعد سمير. هتطلع لعيبه مدافعين بنفس مواصفات سعد يعني ولا ايه؟ بس رجوله يا عفروتو. يا ريت يلعب زي سعد، ياخد رجولته بصراحه. يعني اتمنى واحد في ربع رجول سعد، بس ده اللي انا اتمناه يعني. اصل انت اديته واحده برضه على الهوا. ما لا، ده انا بهزر بس عشان هيكلمنا، هيعرف دلوقتي هيكلمنا. بقول لك ايه، سعد واحنا صغيرين غفلنا كلنا. ها خلينا نلعب احنا، وبعد كده احنا مشينا، هو الوحيد اللي كمل. ها يا ابن الذين سعد، يا ابن الذين. قال لك سعد راح عمل اعاره سنتين، ظبط اموره ورجع على الجاهز، لكن احنا دخلنا في المعمعه فما لحقناش نقدر نستمر. احنا اصلا يعني احنا اصلا الناس بقت بتدور علينا بعد الثوره مش العيانه. طب بقول لك ايه، انا لاحظت حتى في كلام شكري الجيل بتاعكم كله رايح في مجال التدريب، يعني ده معناه ايه او هدفه ايه او شايفه ازاي؟ والله يا سعيد، يعني عارف هي الفكره، كل عمرنا في الملعب وطول عمرنا كل حياتنا كوره، فالطبيعي ان انت مش هتبعد عن الملعب او هتبعد عن المجال اللي انت بتحبه. فاحنا دايما كلنا ركزنا في الطريق دوت، والتاسيس لما احنا التاسيس اللي احنا خدناه من الكابتن بدر رجب. عارفين ازاي كان بيتعامل مع لعيبه صغار في عفروتو يقدر ينقله في يعني في احسن مزبوط. صوره. مظبوط. صح، انا كنت لسه انا متفق معاك تماما، لسه كنت اعيد على كلامك، لان احنا لقينا نفسنا في الطريق دوت. انت نفسك بتختار حاجات كتير، بس دايما بتروح لحتت كده انت بتميل ليها. فاحنا اتعلمنا زي ما قلت لك يا سعيد وشكري، زي ما قال لك اللي احنا اتعلمنا يعني على ايد اساطير. فغصب عننا بقى الحاجات ديت احنا بننقل الخبرات اللي احنا اكتسبناها منهم، فبنقدر نوصل للناس والاجيال الجديده الحاجات اللي احنا اتعلمناها جوه النادي الاهلي باذن الله. شد حيلكم بقى قريب، نشوفكم كده قصاد بعض، شكري ماسك فرقه وعفروتو ماسك فرقه، ونتفرج بقى على ادائكم في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله سعيد ومتعلق انت وشكري بالتوفيق دايما، ودايما متعلقين يا رب. حبيبي ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله. تسلم. مصطفى عفروتو احد من نجوم النادي الاهلي، واللي حاليا بيقود مرحله جديده في تدريب البراعم والاكاديميات والقطاعات الناشئين في مدرسه جديده، اكيد باذن الله ننتظر منه مستقبل كويس جدا في اجيال هتبقى صاعده.